أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم السيد قيس صاحب زينك كوفي لاونج. سيد قيس، نورتنا اليوم ونورت برنامج رواد الأعمال. حابين نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. طبعا أنا قيس سعيد الداسي، صاحب زينك كوفي لاونج، سبيشاليتي كوفي. استارت هاي الفكرة تقريبا من سنة، فكرتها يعني حدد كوفي شوب سبيشاليتي كوفي، يعني فيها قهوة مميزة بحكم اني وايد احب القهوة، فقلت ليش ما اعمل كوفي شوب، يعني شيء فيه ثلاث شوب مياه، ديكور ستايل جلسة، وكمان اختيار الكوفي اللي احبه انا. يعني واحد يحب نوع معين من الكوفي، فليش ما يعملنا كوب شوب خاص؟ اكيد صحيح. خبرنا اكثر عن خدمات المنتجات، انواع القهوه اللي بتقدموها في السوق. عندنا كل انواع الكوفي، سبيشالتي كوفي. طبعا انا اختار اشوف النوع المناسب، وطبعا احنا اكثر شيء نشوف الجمهور شو اختيارهم، ونحاول دوم نختار القهوه ذات الجوده عاليه والسعر مناسب. طبعا يعني ما يكون شيء وايد غالي، ويكون اكسسبل لكل حد. طبعا وانواع درينكس، نحاول نعمل اشياء كرييتيف درينكس very colorful وسبيشالتي. تقريبا عندنا 28 نوع سبيشالتي درينك ما شاء الله. ما شاء الله. طبعا استاذ قيس، في ظل المنافسه الشديده في جميع مجالات العمل في دوله الامارات، لازم يكون عندك تاتش مميز تختلف فيه عن باقي المنافسين. شو المميز عندك عن باقي منافسينك في هذا المجال؟ طبعا المميز هو جوده القهوه. اكيد جرب القهوه وخلص يعني ثقه تامه، وحاول ثقه. وطبعا حاول دوم يعني دوم احنا انتراكتيف ويا الكاستمر تبعنا، نشوف شو ذوقهم، نحاول نشوف ترند، شو الاشياء. فاي دونت ستي، يعني ما ناخذ شيء ونوقف عليه. صحيح. يو ار اول ابجريد، يعني تتمر كل فتره راح في اشياء جديده. الله يوفقكم يا رب. والسبورت يعني دائما كمان ندعم المنتجات الوطنيه، الاشياء الوطنيه، اي بيكري او اي شيء او اي لوكال روسري. ما شاء الله. يعني بصراحه يعني نحن فخورين انه يكون عندنا شباب عربي في هذا التفوق والتميز، وكمان في الانفتاح انه يفتح مشروع بعيد عن جميع المشاريع اللي ممكن اي شخص يفكر فيها. حابين ايضا نتكلم ونعرف اكثر عن الهدف اللي راسمينه في السنين الجايه، شو الخطه اللي عندكم؟ الخطه الله يسلمك، انت تلاحظ الديكور شوي غريب. صح. يعني انت كنت داخل بيت مش داخل كوفي. صحيح بالفعل. مش روبوتك، يعني مش شيء تيبيكال كوبي بيست، لا شيء شوي كوزي شوي هومي، في جرافيتي، في اشياء. يعني انا بسوي اشياء اكثر، بس احاول يعني خفف طبعا طلبات مشروع، ما تقدر تدخل اشياء وايد. صحيح. فان يكون في ارتستيك، في اشياء تلاحظ ايتمز، العاب، العاب يعني فيها نوع اتاتشمنت، كايند اوف هوم فيلينج، يعني فاميلي. صح بالفعل. قاعد في صاله في البيت مش قاعد في الشغل. بالفعل. أكيد. طبعا الإمارات دولة الأمن والأمان، كيف ممكن يساعد الأمن والأمان على استقطاب مستثمرين من خارج أو حتى من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؟ طبعا الإمارات أوبن للجميع. أكيد. وستابلش بزنس، يعني تأسس أي بزنس إيزي، وعندك كل أنواع الكاستمر. ميزة البيت كلها في الإمارات بشكل عام، دبي بشكل خاص، كل أنواع الكاستمرز يمكن تقدم، يعني كان دو وتبر، أنت تلاقي طبعا طبعا كل شيء. صح بالفعل. التنوع في الجنسيات في دوله الامارات. أي بس صحيح. اسس بزنس بالفعل. استاذ قيس، حابين ناخذ منك نصيحه لجميع المستثمرين اللي حابين، ومن الشباب بالتحديد اللي حابين يبداوا الاستثمار في دوله الامارات، في دبي بالتحديد. طبعا الشباب النصيحه الاساسيه ان يبدون بخطوه الاستثمار. طبعا الجهات الحكوميه والها عندها سبورت قوي للشباب، مشاريع الشباب، بس لازم يكون واحد عنده رؤيه واضحه، يكون عنده دراسه واضحه، يبدا خلاص. يعني أكيد. الموضوع وايد في فليكسبل ايزي جوين، وسهل مش صعب وايد. يعني بس طبعا لو واحد يدرس الموضوع بطريقه يكون عنده يعني يحب المشروع نفسه. صح. يكون المشروع شيء هو يحبه، جزء منه. هذا هو، هاي نوع من انواع النصائح. حابين ايضا نتشكر شيوخ وحكام دوله الامارات على الجهود الرائعه اللي قدموها. طبعا كل شوف الامارات بشكل عام، شوف محمد راشد طبعا دعمه مستدام دائما طبعا مشاريع الشباب تطور ما يخلص. بالفعل. طبعاً بالفعل. شوف محمد زايد، شوف الامارات دوم يدعم رؤيه الامارات بشكل احسن اجمل، تطور المستمر، يعني تستمر كل شيء تقدم، شيء متحرك صحيح بالاحسن. صحيح. استاذ قيس، حابين نشكرك على ظهورك معنا
اليوم نورتنا ونورت البرنامج. في نهاية الحلقة حابين أيضا نتعرف على كيفية الوصول والتواصل لزينك كوفي لونج. طبعا موجودين في مردب سبورت سوسايتي الطابق الأول. ممكن تتواصلوا على طريق انستغرام أو السناب أو وسائل السوشيال ميديا. طبعا جميع وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا الموقع الإلكتروني وأيضا أرقام الهواتف سوف تظهر أسفل الشاشة. شكرك مرة أخرى على ظهورك معنا اليوم أستاذ قيس. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.